وانه تم اعتقال رئيسه الدكتور سعد الكتاتني جراء ذلك. والحقيقه يا اخ ابو جهل، مجلس الشعب اللي انت بتشير اليه تم حله في يونيو 2012، وبالتحديد 14 يونيو 2012 بعد ما قررت المحكمة الدستورية العليا حله نتيجة العيب اللي كان موجود في قانون الانتخابات والمادة رقم 5، ودي مسألة معروفة. سعادتك بقى بتقول ان ده حصل بعد 30 يونيو، انت جاهل. سعادتك بتقول ان سعد الكتاتني اعتقل لهذا السبب، انت لا تعرف شيئا. اقرا والنبي المعلومات الحقيقية. يا سيادة سفير ألمانيا، يا اللي بتقعد تجمع الناس وتديهم دروس في التحريض، بلغ رئيس البرلمان انه جاهل، وقول له اقرا الاول الواقع الحقيقي وراجع المعلومات عبر اجهزه الاستخبارات بتاعتك هنا او هناك عشان تعرف تقول كلام صح. انما انت راجل عبيط، انت رجل لا تفهم، ولا يشرفنا ولا يشرف السيسي انه يروح عشان يلتقي